السلام وبركاته. اذا الثالثه اعدادي في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبداو نخدموا لي زاكتيفيتي اللي عندنا في لاباج 38 من الكتاب ديال مونغون لابو، درس ديال لوردر اي اوبيراسيون. دونك دي زاكتيفيتي اللي زوينين ان شاء الله غادي نستافدوا منهم. ونتذكروا الدرس اللي كنا درنا في السنه الماضيه، نفس الدرس غير عندكم بعض الاضافات هذه السنه ان شاء الله. دونك نبداو بالاكتيفيتي 1 كومباريزون دو دو نومبر. دونك هنا غادي نتعلموا لا كومباريزون ديال جوج ديال الارقام، يعني المقارنه ما بين رقمين. دونك غادي نشوفوا في لاكتيفيتي 1 كومباري ا اي بي دون شاكان دي كا سويفون. دونك هنا عندنا 6 ديال الحالات، غادي نشوفوا شكون اللي كبير، واش ا ولا بي. دونك عندنا في الكال الاولى عندنا ا كتساوي 5 سير 6 اي بي ايغال 6 سير 7. دونك هنا الاول حاجه فاش نشوف دي نومبر راسيونيل، اول حاجه فاش نبغي نقارن اعداد نشوف واش واحد واش بجوجهم كبر من واحد ولا بجوجهم صغر من واحد، حيت كاين بارفو كيعطيك واحد كبر من واحد واحد صغر من واحد، يعني ساهل تقارن بهم. اللي كبر من واحد راه اكيد غيكون هو اللي كبير. وباش نعرفوا كبر من واحد ولا صغر من واحد، اللي صغر من واحد كيكون نيميغاتور صغر من الدينوميناتور، بحال هنا 5 على 6 راه تكون صغر من واحد، وحتى هنا عندي 6 على 7 صغر من واحد. دونك ما صدقاتش هذيك الساعه نشوف طرق اخرى. دونك اون جينيرال كما شفنا في العام اللي فات باش نقارنوا دو نومبر ا اي بي اشنو كنديروا، دونك اون ديتيرمين لو سين دو لور ديفيرونس، كنحدد الاشاره ديال الفرق ما بيناتهم. باش نقارن ا و بي كندير ا موان بي وكنشوف الا كانت كبر من صفر ا كتكون ا كتكون كبر من بي، الا كانت ا ناقص بي صغر من صفر راه ا كتكون صغر من بي، ولا كانت ا ناقص بي كتساوي صفر راه ا كتساوي بي. واضح؟ دونك هادو هما الحالات ثلاثة اللي خصك تعرفهم. دابا غادي نمشي ندير ا موان بي ايكال، دونك ا غادي نعوضها ب 5 سير 6 موان بي سير 7. دونك هنا غادي نوحد المقامات، دونك هنا عندي 6 7 دونك 42 هو المقام الموحد. دونك بحال هنا غنضرب فوا 6 وهنا غنضرب فوا 7، دونك 6 فوا 7 42 7 فوا 6 42. إذا ضربت فوا 7 ضروري هنا نضرب فوا 7، هنا فوا 6 حتى هنا فوا 6. دونك 5 فوا 7 35 و 6 فوا 6 36. دونك إيكال هنا عندي 35 موان 36 هي موان 36 هي موان 1 سير 42. دونك عندي موان، دونك هاد لو نومبر انفيريور أ 0، أن نومبر نيجاتيف. دونك لقيت ا موان بي انفيريور 0، شنو غادي نقول؟ غنقول ان ا انفيريور ا بي. واضح؟ دونك هذه هي الطريقه بور كومباري دو نومبر. ندوز للوكه الثانيه، عندي ا ايغال موان 15 سير 22 اي بي ايغال موان 43 سير 66. دونك هنا لا ميم شوز، هنا عندي 22 هنا عندي 66، دونك هنا نقدر نضرب هنا فوا 3 ولا ضربت فوا 3 3 فوا 2 6 3 فوا 2 6 غتعطيني 66. دونك غادي نحاول نوحد المقامات ونشوف نقارن ا و بي. دونك ندير لا ديفيرونس، دونك موان 15 سير 22 وندير موان هاد موا هي ديال لا ديفيرونس، وعاد عندي واحد موا اخر موا 43 سير 66. واضح؟ دونك قلنا هنا غنضرب فوا 3 ونضرب هنا فوا 3، دونك غادي تعطيني هنا توجور موا 15 فوا 3 3 فوا 5 15 لو ريست 1 3 فوا 1 3 لو ريست سي 4. هنا 3 فوا 22 66، هنا عندي موا موا غتعطينا بليس 43 سير 66. دونك هنا عندي 45 كبر من 43، دونك يبقى ان نومبر نيجاتيف سير 66، و 45 نقصها من 43 غتعطينا موان 2. دونك هاد لو نومبر حتى هو انفيريور ا 0، دونك اون ديدوي كو ا
اي انفيريور ا بي. واضح؟ ولا نوحد المقامات الى واحد المقامات كنشوف كنقارن لينيميغاتور العدد الكبير في النيميغاتور راه كيكون هو العدد الاكبر دائما في النوغاسيو. ندوزو دابا للتروزيام كا. دونك هنا عندنا ا ايغال 10 على بويسونس موان 2 و بي ايغال 0.02. دونك 10 على بويسونس موان 2 راه هي 0.02، فكنعرفو البويسونس دو 10 الا كان عندنا ليكسبوزون نيجاتيف كندير هاد ليكسبوزون كندير العدد ديالو دي 0 اغوش. واضح؟ دونك هنا غندير ا موان بي ايغال 10 على بويسونس موان 2 موان 0.02، وغادي نعوض 10 على بويسونس موان 2 راه هي 0.02 موان 0.02، دونك غادي تعطينا 0. دونك ا موان بي كتساوي 0. قلنا الا لقينا ا موان بي كتساوي 0 هذا كيعني ان ا ايغال بي. دونك حتى في ليكواسيون غير ا موان بي الا حولتها للطرف الثاني غنغير لها الاشاره، موان بي غتولي بي وغتولي لنا ا كتساوي بي. دونك ا ايغال بي. نشوفوا الحاله الرابعه، عندي ا ايغال 5 سير 6 بلس راسين 3 و بي ايغال 1 بلس راسين 3. فوالا. دونك هنا نشوفوا عندي هنا 5 على 6، هنا جدر 3، هنا جدر 3. دونك فاش يكون عندي نفس العدد بلس ولا موان في العددين راه بلا ما نحسب به، حيت غير زيد من هنا ومن هنا، دونك نقارن غير الاخرين وفي الاخر نزيدو. دونك هنا 5 على 6 و1، شكون اللي كبير؟ واش 5 على 6 ولا 1؟ دونك هنا عندنا نيميغاتور صغر من الدينوميناتور، دونك هذا العدد انفيريور ا 1. دونك هنا غندير اون بواحد الطريقه اخرى، اون 5 سير 6 انفيريور ا 1، وغادي نزيد هنا غاسين 3 في الطرفين، زيد غاسين 3 من هنا وزيد غاسين 3 من هنا. دونك شفنا في لاديسيون الا زدنا شي عدد ولا نقصنا شي عدد من الطرفين راه ما كتغيرش لينيكواسيون ديالنا المتراجع. واضح؟ دونك غتبقى لنا 5 على 6 بلس غاسين 3 انفيريور ا 1 بلس غاسين 3. دونك 5 سير 6 بلس غاسين 3 راه هي ا، انفيريور ا 1 بلس غاسين 3 هي بي. واضح؟ دونك هنا ا انفيريور ا بي. حتى الى درت لا ديفيرونس راه غادي نلقى ا موان بي غنلقاها انفيريور ا 0. غادي نوحد المقام، هنا غتولي عندي 6 على 6، هنا غاسين 3 فاش غندير موان غاسين 3 مشات، وهنا 5 سير 6 موان 6 سير 6 غتعطينا موان 1 سير 6 انفيريور ا 0. دونك ا انفيريور ا بي. ندوز للحالة 5، هنا عطينا ا موان بي ايغال 1 سير 7. دونك هنا حسبوا انهما ا ناقص بي، وقال لك لقينا هي 1 على 7، 1 على 7 غادي نقارنوا مع 0، دونك 1 على 7 سيبيريور ا 0. دونك مباشره نستفد ان نستنتج ان ا اكبر من بي. دونك ا موان بي اكبر من 0، دونك ا اكبر من بي. هنا عاوتاني في الحاله 6 عطينا ا موان بي ايغال موان 0.2، دونك 0.2 انفيريور ا 0، دونك ا حتى هي انفيريور ا بي. كنهز هاد لو سين هذا، كان صغر نحطو بين ا و بي، كان كبر نحطو بين ا و بي. واضح؟ دونك هنا عندي اكبر لقيت ا اكبر من بي، هنا عندي صغر لقيت ا اصغر من بي. واضح؟ اذا كملنا هاد لاكتيفيتي، نتمنى انكم تكونوا فهمتوها مزيان وتكونوا استفدتوا من هذا الشرح. دابا غادي نخدموا لاكتيفيتي 2. دونك سوا ا بي سي اي دي دي نومبر ريال تيل كو ا اي انفيريور او ايغال ا بي، كومباري ا بلس سي اي بي بلس سي بوي ا موان سي اي بي موان سي.
دونك هنا هنا غير تذكير، فقط تذكير داكشي اللي شفنا العام اللي فات في الثانية إعدادي. دونك عندي ديجا أ صغر من أو يساوي بي، إلا زدت سي من طرفين راه مكتغير حتى شي حاجة، واضح؟ دونك القاعدة كتقول لك إلا كانت عندنا، دونك هنا عندنا أونا أ إي انفيريور أو إيكال بي، دونك هنا إلا زدت سي في هاد الجهة وزدت سي من هاد الجهة مغتغير حتى شي حاجة، واضح؟ دونك أ بلس سي غتبقى انفيريور او ايكال بي بلس سي. دونك هاد القاعدة راه خدمنا بها العام اللي فات، ونفس الشيء حلا نقص عاوتاني من الطرفين نفس العدد راه مكتغير حتى شي حاجة. دونك غادي ندير اي اون ا انفيريور او ايكال بي، دونك ا الى نقصت منها السي غتبقى توجور انفيريور او ايكال بي الى نقصت منها السي، واضح؟ دونك هاد القاعدتان خدمنا بهم العام اللي فات، انا فقط هاد لاكتيفيتي كنذكرو بهاد الشيء اللي خدمنا به. ندوز دابا للكيستيون الثانية. انا قالك اون سي بوز دو بليس كو سي اي انفيريور او ايكال دي، فيريفي كو بي بليس دي موان ا بليس سي ايكال بي موان ا بليس دي موان سي. دونك هنا غير الترتيب، دونك عندنا بي بي بلس تي موان اونتر بارونتيز ا بلس سي، دونك بغينا نبينوها كتساوي هاد العدد. دونك لاحظوا بي بقات في بلاصتها بلس تي، هنا نحيدو لي بارونتيز، دونك هنا عندي موان غنحيد لي بارونتيز، دونك خصني نشونجي لو سين ديال هاد لي نومبر، ا غتولي موان ا و بلس سي غتولي موان سي. دابا غادي غير نرتبهم، عندي بي هي الاولى غنجيب حداها موانزا، ها هي عندي هنا بلس تي، ها هي تي، ونجيب حداها موان سي، واضح؟ دونك هكا بينت ان هادي كتساوي هادي. ثم قلنا كيلي لو سين دو بي موان ا بلس تي موان سي، نقلك شنو هي الاشاره ديال هاد العدد، بي ناقص ا ثم دي ناقص سي. دونك بي ناقص ا بوزيتيف، دي موان سي حتى هو بوزيتيف، دونك هاد لو نوم غيكون بوزيتيف. دونك غادي ندير اون ا، دونك ا انفيريور او ايكال ا بي كتعني ان بي سيبيريور او ايكال ا، دونك عندنا بي سيبيريور او ايكال ا، دونك بي موان ا هاد ا غنحولها هنا غتولي بي موان ا سيبيريور او ايكال زيرو، واضح؟ دونك بي موان زا سيبيريور او ايكال ا او ايكال زيرو. باردون، دابا غادي نشوفو بنفس الطريقة دي موان سي، دونك عندي دي كبر من سي، اون دي سيبيريور او ايكال سي، دونك دي موان سي سيبيريور او ايكال زيرو. دونك هادي لقيتها كبر من صفر، هادي لقيتها كبر من صفر، دونك غنسمي هادي مثلا واحد، هادي نسميها جوج، وندير دو ان اي دو اون دي كو دونك هادو عددين موجبين اللي جمعتهم راه يبقى عدد موجب. دونك غادي نستنتج ان بي موان زا بلس تي موان سي سيبيريور او ايكال زيرو، هاكا تعني ان نومبر بوزيتيف، واضح؟ ثم قلنا لا كيستيون الاخرى، اون ديدوير كو ا بلس سي انفيريور او ايكال بي بلس تي، دونك A بلس C هي هادي، وهنا عندي B بلس D. دونك حنا لقينا هاد لو نومبر، هاد لو نومبر اللي شفنا دابا لو سين ديالو راه هو هذا B موان A بلس D موان C، راه كيساوي هاد العدد، دونك غادي نبدلو بهذا. دونك غادي ندير أون، دونك لقينا هاد العدد B موان Z بلس D موان C، لقيناه سيبيريور أو إيكال أ زيرو. دونك بي موان زا غادي نبدلها بهذا العدد اللي هو بي بلس تي
موان ا بلس سي غتبقى كبر. دونك هذا لقينا كبر من زيرو، هذا كيساوي دونك حتى هذا كبر من زيرو. دونك حنا بغينا ا بلس سي، هاد ا بلس سي غنحولها للجهة الاخرى تولي عندي بي بلس تي كبر من او يساوي. هنا عندي موان ا بلس سي حولتها، غنغير الاشارة موان غتولي بلس ا بلس سي. دونك انا استنتجت ان بي بلس تي كبر من او يساوي ا بلس سي، غير هما قالبين الترتيب هنا. هادي كبر من هادي، ركزتني ان ا بلس سي راه انفيريور او ايكال بي بلس تي. واضح؟ جوج كبر من ثلاثة، كبر من ثلاثة منيش، جوج كبر من واحد كتعني ان واحد صغر من جوج. واضح؟ هادشي اللي درت. إذن كملنا لاكتيفيتي، نتمنى انكم تكونوا فهمتوها مزيان وتكونوا استفدتوا من هذا الشرح. كملنا لاكتيفيتي 3 في لاباج 38 من الكتاب ديال مونغو لابو، درس ديال لوغد دي اوبيراسيون. دونك غادي نشوفوا في هاد لاكتيفيتي لوغد اي ملتيبليكاسيون، دونك كيفاش كنتعاملوا مع لا ملتيبليكاسيون في لينيكواسيون. دونك عندنا سوا ا اي بي دو نومبر ريال تيل كو ا انفيريور او ايكال ا بي اي سي ان نومبر ريال نون نيل. دونك عندنا ا و بي عددين حقيقيين، ا صغر من بي، وعندنا سي ان نومبر ريال عدد حقيقي نون نيل يخالف الصفر. دونك في الحاله الاولى اون سيبوز كو سي supérieur strictement à 0. Vérifiez que BC moins AC égale B moins A facteur de C. Donc là, on va aller au question pour nous bien cette multiplication qui fait qu'on va faire avec. Donc la première chose, on va dire que BC moins AC égale B moins A facteur de C. Donc on a la question là. Donc là, on a dit BC موا ا سي. دونك ساهلة، عندي سي ان فاكتور كوما، هاهو سي هنا و سي هنا. دونك غادي نفاكتوريزي بسي، غتبقى لي بي موا ا. أولا نمشي من هنا لهنا، ندير هنا من هنا لهنا الفاكتوريزاسيون، ومن هنا لهنا ندير ديفلوبمون. سي في بي هي بي سي، وموا سي في ا هي ا سي. دونك سي في بي موا ا راه هي بي موا ا فوا سي. دونك هنا عندي جوج في ثلاثة راه هي ثلاثة في جوج، غير قلبت هادو. دونك الكيستيون الثانية، كيلو لو سيم دو بي موان زا فوا سي. دونك هنا بغينا نشوفو لو سين الإشارة ديال بي ناقص ا في سي. بوي ديدوير كو ا سي انفيريور او ايكال بي سي. دونك هنا باش نعرف لو سين ديال بي موا ا خصني نعرف لو سين ديال فوا سي، خصني نعرف لو سين ديال بي موا ا، وعندنا لو سين ديال سي دونك كبر من صفر. دونك اول حاجه نبدا عندنا ا صغر من او يساوي بي. دونك اون ا انفيريور او ايكال بي. دونك هنا قالنا بي موا ا، دونك ا غنحولها للطرف الثاني غتولي هنا، بي بقات هنا، ا غنحولها تبقى غتولي موان زا، هنا غيبقى زيرو. دونك بي موا ا سيبيريور او ايكال زيرو. دونك بي موا ا دونك ايت ان نومبر بوزيتيف، واضح، عدد موجب. اي اون ا سي حتى هو سيبيريور زيرو، دونك سي ان نومبر بوزيتيف. الوغ ندير اون ديدوي. دونك عندنا هنا هاد العدد كبر من صفر، وهنا هاد العدد حتى هو كبر من صفر. جوج عددين موجبين راه كيبقى موجب. دونك هادي نسميها واحد، هادي نسميها جوج، وندير دو ان اي دو. اون ديدوي كو من واحد و اثنان نستنتج ان بي موا ا فوا سي اي سيبيريور او ايكال زيرو. دونك ان نومبر بوزيتيف. ندوز دابا للكيستيون 3. نو باقي لنا هادي، قالك اون ديدوير كو ا سي انفيريور او ايكال بي سي. دونك عندنا بي موا ا فوا سي
supérieur ou égal 0. Donc, cette B moins A fois C, là, déjà, je fais A, il y a BC moins AC. Donc, quand on a un A, BC moins AC. كبر من 0 هنا قلنا AC صغر من BC دونك غنخلي BC هنا AC غنحولها موا AC غتولي بليس AC دونك ها هي BC كبر من او يساوي AC ركتني ان AC صغر من او يساوي BC واضح هاد العدد كبر من هذا هذا يعني هذا راه صغر من هذا ندوز للكيسيون اخرى في الحالة الثانية قلنا on suppose maintenant que c inférieur strictement 0 donc قلنا كيلو لي سين دو بي موا A فاكتور دو سي دونك هنا بغينا نعرفو لو سين ديال بي موا A فوا سي دونك حنا ديجا عندنا كنعرفو ان انا بي موا A قلنا راه لقيناها بي موا A كبر من صفر راه بينا علاش كبر من صفر حيت بي كبر من A واضح اي سي هنا في هذه الحاله قلنا سي اصغر من صفر دونك كنعرفوا البرودوي ديال دو نومبر واحد فيهم بوزيتيف واحد عندهم لو سين ديفيرون كيكون دائما ان نومبر نيجاتيف دونك هنا عندنا عدد موجب وعدد سالب الا درنا الضرب بيناتهم غيعطينا عدد سالب واضح دونك البرودوي ديال دو نومبر ديفيرون سين مختلفي الاشاره توجور كيكون ان نومبر نيجاتيف واضح دونك ب موا ا فو سي غادي يكون اصغر من صفر دونك قلنا بوي ديدوير كو ا سي اي سوبيريور او ايغال بي سي دونك نفس الشيء غادي نعوض بي غادي نعوض بي موا ا ببي سي موا ا سي هلا غادي غير ندير ديفلوبي هنا سي فوا بي بي سي موا هي سي فوا ا ا سي دونك غتبقى لنا اصغر من صفر دونك هنا ا سي غنحولها للجهه الاخرى تبقى لنا هنا بي سي صغر من او يساوي ا سي ا سي فاش غنحولها غنبدلها الاشاره موا غتولي بليس دونك بي سي صغر من ا سي هذا كيعني ان ا سي اكبر من او يساوي بي سي واضح اذا هذه هي لاكتيفيتي 3 دونك اللي بغينا نستافدوا من هاد لاكتيفيتي هذه هو الا كان عندي واحد العدد بحال هنا عندي عندي ا صغر من او يساوي بي تكون عندي واحد لينيكواسيون بحال هكا الا ضربت في ان نومبر بوزيتيف بحال هنا عندي سي كبر من صفر كيف ما شفنا في الحاله الاولى الا ضربت هاد لينيكواسيون في ان نومبر بوزيتيف ما كنغيرش الاشاره ضربت هنا في سي وضربت هنا في سي كيبقى نفس الترتيب واضح بحال عندي جوج كبر من ثلاثة مثلا ضربت هنا في عشرة وضربت هنا في عشرة واش غتغير شي حاجه غتبقى لينا دائما عشرة في جوج هي عشرين عشرين غتبقى عفوا انا بديت بالخطا دروك كندير هنا كادر ربعة اللي كبر من ثلاثة ماشي جوج اللي كبر من ثلاثة دونك هنا ضربت في عشرة وهنا ضربت في عشرة تولي عندي هنا ربعين كبر من ثلاثين دونك دائما واخا نضرب في أي عدد دائما غتبقى نفس الترتيب ولكن إلا كانت عندي سي انفيريور زيرو وكانت عندي أ كبر من أو يساوي بي إلا ضربت أ و بي ضربتهم في أن نومبر نيجاتيف ضربت هنا في سي وضربت هنا في سي خصني نشونجي هاد لو سين اللي عندي هنا عندي انفيريور او ايغال كترجع سوبيريور او ايغال كنقلب الترتيب بحال كيف ما قلنا هنا عندي ربعة كبر من او يساوي ثلاثة افترض ضربت هنا في ناقص واحد وهنا في ناقص واحد ضربت في ان نومبر نيجاتيف دونك ناقص واحد في ربعة تولي ناقص ربعة وثلاثة في ناقص واحد تولي ناقص ثلاثة واش ناقص ربعة غتبقى كبر من ناقص ثلاثة لا دونك ناقص ثلاثة هي الكبيرة دونك هاد أكبر غتولي أصغر خصني نقلب الإشارة واضح خصني نقلب هاد الرمز اللي عندي دونك هذا هو الهدف من هاد لاكتيفيتي نتمنى انكم تكونوا فهمتوها مزيان وتكونوا استفدتوا من هاد الشرح نتلاقاو في دوتغ اكتيفيتي ولا دي زوتغ اكزارسيس ان شاء الله باش نفهموا الدرس مزيان تهلاو في روسكم اشتركوا في القناه فعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.